يمكن في ناس زادت عندهم القرعه زياده من الوطنيه، مش الوطنيه الذي هم في بيه كيمنيين، لا يا ريت نتمنى له انه لو في وطنيه كيمنيين فالحرب المشاكل عندنا قد انتهت، لا في دائما يكون في وطنيه للغير، فتاوي للغير، حلول المشاكل للغير، ومعنا اكثر من فريق. نبدا بالفريق الاول. وأخيرا فعلها الدب الروسي. اليوم الخميس 24 من شباط فبراير 2022 هو تاريخ سيذكره العالم، هو يوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بوتين بعقله الاستراتيجي قرر وأعد ورسم قواعد اللعبة، وطلب رئيس الروسي الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم، وقفز فوق المتوقع أبو علي بوتين. طلع أبو علي بوتين وأعلن الحرب وبدأ القصف. أبو علي بوتين كذا مرة واحدة، يعني بالأول والأخير هذا طيب مسيحي، هذا يعتبر يعني من المسلمين، يسموهم هذول من الكفار، أنت كيف تجي تسميه أبو علي بوتين؟ كيف سولت لك أنا في سوق الرجال أرثوذكسين، ما هوش من تبعكم، يعني الرجال بيسوي مولد للينين، أنت تسوي مولد النهبوي وعدو فوقه شطب ميقاس، وهذه عمتي هذه الشغل. تاريخ سيذكره العالم هو يوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الو يا حبيبي، اقول لك متى حقنا بيكون العرس؟ الوقت هذا ما مناسبناش، ايش رايك مثلا نخليه تاريخ 7 لينين 3 بوتين؟ لا ده مش اكل، لا هو مثلا تاريخ يعني 7 لينين اللي هو شهر 3، 3 بوتين السنه معروف هذا الشيء، كيف يعني بيذكروا العالم بالتاريخ؟ يعني واحد اعلن حرب على دوله ثانيه، يعني فين الفخر بهكذا؟ ولا عندهم انتم اللي يكون عندهم تاريخ ثاني يعني غير التواريخ حقنا؟ لانه نحن معروفين الناس كله ما هم اثنين تواريخ هم المعتمدين، ميلادي وهجري، اما هذول لا، هذول قد خلاص قد بدا التاريخ من عندهم، من تاريخ 24 فبراير يعني تاريخ 8 شهر 1 فلاديمير، واحد فلاديمير اللي هو بدلا يناير، هذا واحد فلاديمير سنه 1 بوتينيه، يعني دحين خلاص دحين بنشطب التاريخ الميلادي والهجري وكل شيء وبنصفر العداد عشانكم، بس تصفير العداد مش دخلكم انتوا، هذا شغل سلطان البركاني. بس موضوع التواريخ وانه التاريخ اكتب اليوم هذا مش موضوعي، انا موضوعي اكثر اللي قهرنا بإلقاء اسلحتهم والذهاب الى ديارهم. القوا اسلحتهم ويعودوا لديارهم. هو شوفوا كذا مبدئيا بوتين راح مثلا الاوكران هكذا قال لهم القوا اسلحتكم، فلتوا اسلحكم، قال لهم عودوا لدياركم، شلوا الزحف ثاني مره، فين عودوا لديارهم؟ اوكرانيا ديارهم، يعني انت تدخل لبلادهم وتقول لهم القوا اسلحتكم عودوا لدياركم، دي ديارهم، دي زي واحد يكون راقد تقيمه من عز نومه، لما يقوم ما يشتي يقول لك ارقد يا اخي، هي دي هي نفسه، يعني بوتين من نفسه ما قالش هذا الكلام، قال القوا اسلحتكم وامسكوا السلطه، هو كذا قال، تجي انت تقول عودوا لدياركم، يعني البلاد مش بلادهم ولا ايش؟